السلام عليكم، ازيكم جميعا؟ سينيور مصطفى استاكم بسوتروس اي بويا كونتينوار لا لكسيون دي لا سيمانا باسادا ان كي ابلابامش دي لا سالود اللي كنا فيه. الوقت هنتكلم عن درس الاسبوع اللي فات اللي كنا بنتكلم فيه عن الصحة وكومونوس سنتيموس بنشعر بإيه، وكي انفيرميدات تينيموس، وايه المرض اللي عندنا كده، يعني لما نيجي نتكلم عن الكلام ده. طبعا باين قوي من لافاتشادا ان طفل نايم، واضح ان هو مريض. طبعا عنوان الوحده اي نو بويا كلاس، النهارده انا مش رايح الحصه، اونيدات دوفي. طبعا دايما بنبدا كومو سيمبري زي العاده بنتكلم عن لوس اوبخوتيبوس دي استالك فيهم. الأهداف بتاعت هذا الدرس ده يا جماعة، آخر الدرس ده الألومنو سيرا كواث دي إكسبريسار إي بيريجونتار بور الدور. آخر الدرس ده الطالب بعد ما يسمع الدرس يبقى في الآخر قادر إن هو يعبر ويسأل عن الوجع، يعبر عن الوجع اللي بيحس بيه، وممكن يسأل عن الوجع اللي عند شخص تاني يا جماعة. كمان هيبقى قادر إن هو أوتيليتار البيربودولير، يستخدم الفعل دولير. طبعا احنا عارفين ان الفعل دولير معناه يؤلم، يبقى برضه في الاخر هيصب في نفس الكلام اللي قلناه قبل كده، يستخدم الفعل دولير يشوف شكله عشان يسأل عن الدولار يعني. كمان بريمونتار بور الجين اي ريسبوندير ايامادا تليفونيكس، يسأل عن حد ويرد على المكالمات التليفونية. طبعا احنا هنا بنتكلم على التليفونات، التليفون البيت مش الموبايل. اكتيفيداد اونو اكسبريسار دولار. هنبدأ يا جماعة بالتعبير عن الألم. عندنا أول طريقة للتعبير عن الألم ممكن نستخدم الصيغة دي، نستخدم الفعل تينير وبعدين تينير زائد دولور زائد بارتي ديل كويرب. تينير، استخدم الفعل تينير اللي هو عنده يملك، وبعدين ألم في كذا. طب تصريفات تينير إيه في المضارع؟ يو تينجو تو تينيس، الويوستيد تيني، نوسوتروس تينيموس، بوسوتروس تينيس، ايس ويسوستيس تينين، وبعديها دولور دي عندي الم فيه، وبعد كده بارتي ديل كويرب. خلي بالك ان الفعل تينير ممكن، يعني ممكن استخدمه للتعبير عن الالم في اي زمن، يعني هو هنا انا عامله في المضارع لكن ممكن اجيبه في الماضي، يعني مع انا يبقى توبي، طب انت تو توبيستي، توبو توبيموس توبيستيس توبير. يبقى احنا عندنا الشكل الاولاني للتعبير عن الالم يا جماعه اللي هو الفعل تينير زائد دولور دي زائد بارتي ديل كويرب. طيب دي امثله زي ما انت شايف كده، اقول تينجو دولور دي كابيثا مثلا، تينجو دولور دي ستومجو، تينجو دولور دي اويدو، تينجو دولور دي اوخس. طب نشوف كونتينوموس هنا زي ما انت شايف في الصوره، هي تيني دولور دي كابيثا، هي عندها الم في دماغها، يبقى انا عندي تيني ودولور ودي وبارتي ديل كويرب. التيني دولور دي سبالدا، طبعا زي ما انت شايف هو عنده الم في سبالدا، كنا خدناها المره اللي فاتت الظهر، يعني عنده الم في الظهر. برضه الصوره هنا التيني دولور دي بيرمس، التيني دولور دي بيرمس، هو عنده الم في سيكون، انا عندي كلمه بيرني يعني ساق، زي ما انت شايف بالظبط كده هو عنده الم في بيرنس يعني سيكون. هنا برضو هنستنتج التيني دولور دي دينتس، التيني دولور دي دينتس، هو عنده ألم في أسنان، دينتس أسنان. هنا ماسكة عينيها نقول عليها إيه بقى؟ هي تيني دولور دي أوخس، هي تيني دولور دي أوخس، هي عندها ألم فعلا. التيني دولور دي ناريف، ماسك انف، يبقى هو ال تيني دولور دي ناريف، هو عنده الم في مراخيره. يبقى احنا خلينا نفتكر مع بعض، تينير دولور دي ماس بارتي ديل كويرب، عندي الم فيه وجزء من اجزاء الجسم. لما اقول مثلا مي ارمانا ايو تينيموس دولور دي جارجانت، اختي وانا زورنا بيوجعنا. طبعا لما اقول اختي وانا يبقى نحن، يبقى انا دلوقتي دولور ثابته زي ما هي لان ده اسم،
اللي بيتغير الفعل تنير زي ما اتفقنا قبل كده. هنا يو تينجو دولور دي اسبالدا، انا لسه واخدين اسبالدا وخدنا الاسبوع اللي فات، يعني انا عندي الم فيه زي ما انت شايف كمان في الصوره ظهر. انريكي تيني دولور دي بيرنس، انريكي رجليك بيوجعه وعنده الم فيه سيكون. تينيل طبعا بنكمل في نفس الموضوع يا جماعه، ركز معايا في الجمل ديت. طبعا خلي بالك ان انا لسه قايل لك ان انا عندي الفعل تينير ممكن استخدمه في الماضي. اير تو بي دولور دي كابيثا، امبارح كان عندي الم في دماغي. طبعا تو بي في الماضي، تو بي دولور دي كابيثا، كان عندي الم في دماغي. نو بودي ايرا لاسكويلا، ما قدرتش اروح المدرسه. لا سيمانا باسادا ماريا توبو دولور دي مويلس، الاسبوع اللي فات ماريا كان عندها الم في مويلس يعني ضرسها. استوبو انكسر، كانت في البيت. النينيو توبو دولور دي استومال، الطفل كان بطنه بتوجعه او معدته بتوجعه. سوس بادريس لي يبارم ال اوبيتال، والديه خدوه للمستشفى، والديه خدوه للمستشفى انوتش يعني امبارح بالليل. هنا انا بسأل واحد بقول له استوبيستي انفيرمو، انت كنت عيان نو مش كده؟ استوبيستي دولور دي جارجانتا، كان زورك بيوجعك، كان عندك وجع في زورك. قال سي توبي كورونا فيروس، ايوه كان عندي كورونا فيروس كورونا. طبعا هنا المقصود من التمرين ده ان انا اقول لك ان بستخدم الفعل تينير زائد دولور زائد دي زائد بارتي ديل كويربو، مش شرط في المضارع في اي زمن. يعني هنا كل التمرين ده داير على الفعل تينير بس في الماضي، تو بي تو بيستي توبو كده يعني. هنا الاوسبيتال في المستشفى. هنا دلوقتي احنا هنسمع ديالوج بين سعيد والطبيب، اسمعوا ركزوا معايا كده، وبعد ما نسمعه هقرا معاكم تاني ونترجم. Actividad 5. Said va al médico con su madre. Escucha el siguiente diálogo y completa las frases. En urgencias. Hola Said, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? Estoy mal, me duele todo el cuerpo. Tengo dolor de cabeza y estoy resfriado. Además, no puedo respirar bien. ¿Puedes abrir un poco la boca? A ver, ¿te duele la garganta? Sí, me duele mucho. ¿Y los oídos? ¿Tienes dolor de oídos? Me duele un oído, sobre todo cuando bebo o como. Un momento, que te pongo el termómetro. A ver. Uf, tienes mucha fiebre. Te voy a recetar unas pastillas y un jarabe. Los tienes que tomar 3 veces al día. Vale. ¿Es grave, doctor? No, no se preocupe. Tiene la gripe. En una semana está bien. طبعا نسمعه تاني، نسمع تاني ويا ريت تركزوا معايا. يلا بصوا يا جماعه، بص على الكلام واسمع اللي بيتقال. Actividad 5. Said va al médico con su madre. Escucha el siguiente diálogo y completa las frases. En urgencias. Hola Said, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? Estoy mal, me duele todo el cuerpo. Tengo dolor de cabeza y estoy resfriado. Además, no puedo respirar bien. ¿Puedes abrir un poco la boca? A ver, ¿te duele la garganta? Sí, me duele mucho. ¿Y los oídos? ¿Tienes dolor de oídos? Me duele un oído, sobre todo cuando bebo o como. Un momento, que te pongo el termómetro. A ver. Uf, tienes mucha fiebre. Te voy a recetar unas pastillas y un jarabe. Los tienes que tomar 3 veces al día. Vale. ¿Es grave, doctor? No, no se preocupe. Tiene la gripe. En una semana está bien. تمام كده يا جماعة. إن أورجنسيا يعني في الطوارئ. المفروض إن سعيد راح الطوارئ عيان، ف والدته خدته ودته الطوارئ. فهنا الميديكو بيقول له أولا سعيد كومستاس، أخبارك إيه؟ كي تي باسا، كي تي باسا يعني ماذا بك؟ سعيد رد عليه قال استويمر، مش حاسس اني كويس يا دكتور، ميدويلي تودو الكويرك، جسمي كله واجعني. تنجو دولور دي كابيث، عندي الم في دماغي. ستوريس فريادو، وعندي زكام. اديماس بالاضافه لذلك نو بويدو ريبيرار بين، مش عارف ريسبيرار يعني اتنفس كويس.
فالميديكو قال له puedes abrir un poco la boca, ممكن تفتح شوية فمك, abrir, تدويل la garganta, خلينا نشوف. زورك بيوجعك؟ فسعيد رد عليه قال له sí, me duele mucho, وجعني قوي. فالميديكو قال له ايه los oídos, ودانك, tienes dolor de oídos, طب عندك وجع في ودانك؟ قال له me duele un oído, في ودني وجعاني sobre todo cuando bebo o como. في ودني وجعاني, كلمة sobre todo يا جماعة معناها وخاصة لما بشرب أو باكل. فالميديكو قال له un momento que te pongo el termómetro, لحظة أحط لك الترمومتر. فأبير أوف, قال له خلينا نشوف. بعدين قال له استغرب, قال له تينس موتشا في إبري, ده أنت درجة حرارتك عالية جدا. قال له عندك حمى عالية جدا, يعني في بويا ريثيتار هكتب لك una pastillas y un jarabe, هكتب لك اقراص ودواء شرب. لو تينس كي تومار تريس بيتيث الديا, لازم تاخدهم 3 مرات في اليوم. فسعيد قال له بالي. الام بقى سالت الدكتور ايز جرابي دكتور, هو الموضوع خطير يا دكتور؟ جرابي يعني خطير. قال لها نو نو سي بريكوبي تيني لا جريبي, لا ما يعني ما تقلقيش, عنده انفلونزا يعني اس اونا سيمانا ان اونا سيمانا ستابين, في خلال اسبوع هيكون كويس جدا. طب يا جماعه نكمل. اوبسيرفا لا سالا دي اسبيرا, لاحظ صاله الانتظار دي الاوسبيتال, اي سكريبي كي ليس فاسا استاس بيرسونس. لاحظ الصاله اللي موجوده قصادي, دي صاله مستشفى يا جماعه, هناخد صوره صوره ولاحظ كل شخص منهم حاسس بايه. يعني زي ما انت شايف على الاستومك, الولد معدته وجع او الفتاه معدته وجعان او بطن وجعان. على تشيكا لدويلي لغرجنطة, البنت غرجنطة عن حلق يعني زورها وجعها. لاس مويلس, الراجل ده دروسه وجعان. على مخير لدويلي لكبيث, الست دي كبيثة يعني دماغها وجعاها. على نينيو لدويلي الاخو دريتشو, الطفل ده عينيه اليمين وجعاه. على سينيوريتا لدويلي لاسبالدا, السينوريتا ديت الفتاة ديت ظهرها واجعها. طبعا لو خدنا بالنا هنا احنا ما استخدمناش تينير دولور, في صيغة تانية للتعبير عن الألم هنقولها دلوقتي, اللي هو الفعل البيرب دولير. الفعل دولير, دولير يعني يؤلم يا جماعة, دولير يعني يؤلم. ماشي, احنا خدنا عنده ألم فيه لكن ما خدناش الفيرب نفسه يؤلم. دولير يؤلم, زي ما احنا شايفين ده فعل مجموعة تانية. خلي بالك ان الفعل دولير في تصريفاته شبه جستار, لو تفتكر جستار, فعل دولير شبه جستار. طبعا هو ملوش في المضارع غير شكلين اتنين, او في كل زمن غير شكلين اتنين, احنا هنتكلم عنه في المضارع دلوقتي. يبقى هو في المضارع بالعقل كده, مفيش حاجه اسمها انا بوجع انت بتوجع انتم بتوجعوا, لا لا, هي يا دولي يا دولين حسب اللي بيوجعني. والله لو اللي بيوجعني مفرد يبقى دولي, لو جمع يبقى دولين بالياء. يبقى أنا الفعل دولير ملوش إلا شكلين في كل زمن, هنتكلم عنه في المضارع, يدولي يدولين, لو اللي بيوجعني مفرد دولي لو جمع دولين. وطبعا زي جوستار بيجي قبل الضمير مي تي لي نوس أوسلس, أجين مي تي لي نوس أوسلس. يبقى أنا الفعل دولير يا جماعة ملوش إلا شكلين اتنين, يدولي ويدولين. طب في دولو ودولس؟ لا لا لا, هي يدولي يدولين حسب اللي بيوجعني. لو اللي بيوجعني حاجة مفرد زي لا كبيثة مثلا مكتوبة قصادك يبقى دويلي بس, طب لاس بيرنس رجل الاثنين يبقى دويلين بتاعي, ولازم يجي معاه الضمير مي تي لي نوس اس اس. هنا بقول كي لي دويلي انورا, ايه اللي بيوجع نورا؟ انورا لي دويلي الاستومجو, نورا بطنها وجعها. طب ليه هنا قلت دويلي؟ لاني الاستومجو اللي هي معده مفرد او بطن. طيب ليه استخدمت ليه؟ ليه دي عايدة على آنورة؟ فلما أقول آنورة يبقى بستخدم ليه؟ عشان الاستومجو مفرد استخدمت دويلي مش دويلين. طيب آنوسوتروس نص دويلين لوس بيس, إيه اللي اتغير؟ هنا بدل ليه قلت نص؟ عشان أنا قلت آنوسوتروس, يبقى آنوسوتروس زي ما قلنا قبل كده بيجي معاها نص. طب ليه قلت دويلين؟ عشان لوس بيس جمع, إحنا رجلينا بتوجعنا. أمي مي دويلين لوس أوخوس, أنا عينيا وجعاني. طيب لما أقول أنا عينيا وجعاني لوس أوخوس جمع يبقى دويلين,
طب قلت مي ليه؟ عشان قلت أمي، يبقى أمي بيجي معاها مي، أقل أو أقية أو أستد. ليه؟ أنوسوتروس زي ما موجود يبقى نص. أتي بيجي معاها تي، موجودة أهي، أتي تي دويلن لاس بيرنس، أنت رجليك أو سيقانك بتوجعك. ليه قلت دويلن بالإن؟ أه لأن اللي وجعني لاس بيرنس جمع. طب ليه قلت تي؟ عشان قبليها أتي. أبو سطرس بتاخد أس، يبقى كده أبو سطرس بتاخد أس. أنتم بتوجعكم لاس مانوس. طبعًا دويلن ليه؟ عشان لاس مانوس جمع. وبرضه خلي بالك في هنا ملاحظة مهمة، خلي بالك إيه هي؟ لاس مانوس شاذة مؤنثة، شكل الكلمة مذكر لكن هي جمع مؤنث. أيوس ليس دويلن لوس دينتس، هما سنانهم بتوجعهم. طبعا قلنا دويلن عشان لوس دينتس اللي بيوجعهم جمع. طب ليه قلت ليس؟ عشان جت مع أيوس. ناخد تمرينات أكتر. إخيمبلوس، البنت دي بتقول أمي مي دويلي لستومكو، أنا بطني وجعاني، برضو بنفس الشكل، دويلي عشان لستومكو اللي هي وجعها مفرد، ومي عايد على امي. افليبي لي دويلن لاس مويلس، فيليبي دروسه وجعاه. طبعا لما قلت فيليبي يعني كاني بقول اقل، يبقى بتاخد ليه، وطبعا مويلس اللي هي الدروس جمع، يبقى دويلن. اثار ايه اخوليو ليس دويلي لا كابيثا، لما اقول صار اخوليو دماغهم وجعاهم. طبعا لما اقول ساره وخوليو الاثنين اتعاملوا على انهم ايوس، يبقى ايوس بتاخد لس، وكبيثه طبعا دويلي ودويلين حسب اللي بيوجعني، كبيثه مفرد فعشان كده قلنا دويلي. انت نواموس نكمل يا شباب. كيتي دويلي، لو انا بسال واحد عايز اساله ايه اللي بيوجعك، بستخدم برضو ممكن استخدم الفعل دولير. كيتي دويلي ايه اللي وجعك؟ طبعا زي ما احنا شايفين في الصوره، ما دويلي لا كبيثه، واحد بيقول دماغي وجعاني، البنت بتقول ميد ويل لا جارجانتا، زوري وجعني، ميد ويل لا اسبالدا، ظهري وجعني، ميد ويل لاس مويلس، طبعا عشان مويلس جمع دويلن، ميد ويل لاس ايدوس، وداني وجعاني زي ما باين من ودان الراجل اهو. هنا نشوف بقى يا جماعه، بارا بريجونتار بور دولور، لما اجي اسال عن الالم، بارا بريجونتار بور دولور، لما اجي اسال عن الالم. او هي طبعا احنا خدنا قبل كده كلمه بريجونتار هي بيدير انفورماسيون سوبري الدولار. لما اجي اسال او اطلب معلومات عن الالم يا جماعه، يبقى خليني افتكر معاك، انا خدت للتعبير عن الالم او لما اجي اتكلم عن الالم عندي طريقتين، تينور تينير دولور دي والفعل دولير. فممكن اسال بالصيغتين، اجي اقول لك كي والفعل دولير، يعني انا ممكن استخدم كي ماذا يؤلمك، اقول ماذا يؤلمك، كي زائد البيربو تولير. كيلي دويلي اوستيد، ايه اللي واجه حضرتك؟ كيلي دويلي اوستيد. يبقى انا هنا لو خدت بالك استخدمت الفعل دولير، ليه دويلي اوستيد، ايه اللي واجه حضرتك؟ وممكن استخدم طبعا البيربو دولير في الاول بمعنى هل، من غير اداه استفهام، من غير انتروجاتيفو، يعني اقول ايه؟ تي دويلين لوسويدوس، ودانك وجعك، تي دويلن لوسويدوس، ودانك وجعك. طبعا في الحاله دي هتقول لي سي او نو. ممكن استخدم الصيغه الثانيه اللي هي ايه؟ اللي خدناها في الاول، اللي هو استخدم الفعل تينير، البيربو تينير، ماس دولور، ماس دي، ماس بارتي ديل كويرب. يعني بستخدم الصيغه اللي هي عندي الم فيه او عندك الم فيه. ف تينس دولور دي كويو، عندك الم في رقبتك، تينس دولور دي كويو، عندك الم في رقبتك. يبقى كده انا عندي لما اجي اسال او اطلب معلومه عن الالم يا جماعه، في صيغتين، يا اما بستخدم الفعل دولير كسؤال اجيب معاه الانتروجاتيفو كي، اداه الاستفهام كي، او ممكن ابدا بالفعل على طول تي دويلي مثلا او تي دويلي، وممكن استخدم الفعل تينير زائد دولور زائد بارتي ديل كويل، دولور دي زائد بارتي ديل كويل. كونتينوس. طيب لو انا بارا اكسبريسار دولور، لما اجي اعبر عن الالم بنفس الشكل هنستخدم الصيغتين اللي فاتوا بس كجمل عاديه. لو قال لي اكسبريسار او دار انفورماسيون سوبر الدولور، لما اجي اعبر او اقول معلومه عن الالم يا جماعه، بستخدم الصيغتين اللي احنا قلناهم قبل كده، البيربو دولير، ماس بارتي ديل كويربو، استخدم الفعل دولير اللي هي دويلي ودويلي، دويلي ودويلين، بيجي قبلها الضمير مي تي لي نوس اوسليس، بالاضافه ل بارتي ديل كويرب.
أقول أقل ليه دويلي لا كابيثا، هو دماغه وجعان ليه دويلي. وممكن أستخدم الصيغة التانية الفيرب تينير زائد دولور زائد دي زائد بارتي ديل كورب. لولا تيني دولور دي برافيف، دراعتها وجعاها يعني، أو عندها ألم في دراعتها. طيب اكتيفيداد دوس لاس ياماداس تليفونيكاس، تليفونيكاس لاس ياماداس تليفونيكاس يا جماعة اللي هي المكالمات التليفونية. أول حاجة لازم نعرف إن في نوعين من التليفونات، تيبوس دي تليفونوس اللي هو اللي احنا بنشوفهم يعني. أنواع التليفونات إيه؟ لوس تيبوس دي تليفونوس. إيه أنواع التليفونات؟ أولا التليفون فيكو اللي هو التليفون الثابت اللي هو المقصود بالتليفون الأرضي يا جماعة، اللي هو بيبقى في البيت ما بيتحركش أو في المكتب مثلا. وفي الموبيل، الموبيل يعني الموبايل. احنا النهاردة شرحنا هيبقى قايم اساسا على تليفون البيت مش الموبايل. هنا دلوقتي هنسمع 3 ديالوجات كده صغيرين، يا ريت تركز معايا فيهم. اسمع وبعدين هترجم. Actividad 8A. Tres compañeros de Said llaman a su casa. Escucha las llamadas. ¿Cuál de ellos habla con Said? Dígame. Buenas tardes, señora. ¿Puedo hablar con Said, por favor? ¿De parte de quién? Soy Ali, su compañero del cole. En este momento no puede ponerse. Está durmiendo. ¿Quieres dejarle algún recado? No, vuelvo a llamar más tarde. Vale, le digo que has llamado. Gracias, adiós. Adiós. ¿Sí? ¿Estás ahí, por favor? ¿De parte de quién? Soy Magdi, su compañero de clase. Un momento, ahora se pone. Diga, ¿estás Said? Sí, soy yo. Hola Said, soy Mahmoud. ¿Qué tal estás? Un poco mejor, gracias. نسمع تاني يا جماعة وبعدين هتل. نسمعوا تاني وركزوا. هما دول 3 مكالمات، 3 زمايل لسعيد كلموه. يا ريت نسمع مع بعض وركز وشوف مين اللي هيقدر يكلمه. Actividad 8A. Tres compañeros de Said llaman a su casa. Escucha las llamadas. ¿Cuál de ellos habla con Said? Dígame. Buenas tardes, señora. ¿Puedo hablar con Said, por favor? ¿De parte de quién? Soy Ali, su compañero del cole. En este momento no puede ponerse. Está durmiendo. ¿Quieres dejarle algún recado? No, vuelvo a llamar más tarde. Vale, le digo que has llamado. Gracias, adiós. Adiós. ¿Sí? ¿Estás ahí, por favor? ¿De parte de quién? Soy Magdi, su compañero de clase. Un momento, ahora se pone. Diga. ¿Estás Said? Sí, soy yo. Hola Said, soy Mahmoud. ¿Qué tal estás? Un poco mejor, gracias. تمام يا جماعه. طبعا زي ما احنا شايفين 3 كومبانيروس دي سعيد يامن اسوكاس، 3 اصدقاء لسعيد اتصلوا بيه بالتليفون. نقرا ونترجم كده مع بعضينا. المدري ردت على التليفون الاول لمدري دي سعيد، بتقول دي جميل. دي جميل طبعا معناها الو بالاسباني، دي جميل الو. علي رد عليها قال لها بوينس تارد سينيور، بويدو ابلار كون سعيد بور فافور، ممكن اتكلم مع سعيد لو سمحتي. قالت له دي بارتي دي كين، مين معايا؟ دي بارتي دي كين، مين معايا؟ لا سويا علي سو كومبانييرو دي كولي، دي الكولي انا زميله من المدرسه. طبعا احنا عارفين كلمه كولي اختصار كوليخي، مدرسه، كلمه كولي اختصار كوليخي. فام سعيد قالت له نيستو مومنتو نو بويدي بونيرسي، الوقت مش هيقدر يكلمك، استا دورميندو، هو نايم. كيرس ديخار لي الجون ريكادو، تحب تسيب له اي رساله؟ قال لها نو بويلبو ايامار ماستارتي، هرجع اكلمه لاحقا يعني فيما بعد. فامه قالت له علي لديجو كياف يا ماتو، هقول له ان انت اتصلت بيه. قال لها جراسياس اديوس، قالت له اديوس مع السلامه.
ده الديالوج الاولاني. الديالوج الثاني الست برضه ردت على التليفون قالت سي، سي يعني الو برضه؟ اه يبقى انا عندي دي جميل، الو وسي يعني الو. قال لها استاذ سعيد بور فافور اكلم سعيد لو سمحتي، او سعيد موجود؟ قالت له دي بارتي دي كين، مين معايا؟ قال لها سوي مجدي سو كومبانييرو دي كلاسي، انا مجدي زميله في الفصل. او مومنتو اورا سي بون، بلحظه هيبقى معاك حال. اخر ديالوج يا جماعه، سعيد اللي رد قال ديجا الو، فمحمود قال له استاذ سعيد، سعيد موجود؟ قال له سي سويو، ايوه انا هو. فمحمود قال له اولا سعيد سوي محمود كي تال استاس، اخبارك ايه دلوقتي؟ قال له ام بوكو ميخور، اللي يعني شويه افضل، جراثيا شكرا. طبعا هنا اللي رد عليهم مجدي ومحمود. طيب علي رد عليه؟ لا طبعا ما ردش عليه لان هو كان نايم، ف ما قدرش. عايزين نستنتج بقى من الثلاث درجات الصغيره دول ايه المصطلحات اللي هي بتاعه التليفون. مبدئيا بارا كونتستار التليفون، لما اجي ارفع السماعه ارد على المكالمه اقول ايه؟ في عندي ثلاث حاجات، دي جامي، دي جامي، ودي اللي جت في الاول، سي الو، يبقى دي جامي الو وسي الو وديجا الو. يبقى انا عندي يا جماعه لما اجي فارا كونتستار التليفون، لما اجي ارد على التليفون بالاسباني اقول ايه؟ سي وديجا ودي جامي، اجين سي وديجا ودي جامي بين علامتين استفهام. دي معناها الو يا جماعه بالاسباني. طيب كونتينوامش. هنا لما اجي اسال عن حد بريغونتار بور الجير، لما اجي اسال عن حد في التليفون يعني انا اتصلت وعايز اقول فلان موجود، او ممكن اكلم فلان بقول ازاي بالاسباني؟ بويدو ابلار كون فلان بور فاور، ممكن اتكلم مع فلان لو سمحت، يبقى بويدو ابلار كون فلان بور فاور، ودي جمله عاديه جدا. كمان عندي استا فلان بور فاور، استا فلان بور فابور، هل فلان موجود لو سمحت؟ يبقى الوقت بارا بريغونتار بور الجين، لما اجي اسال عن حد في صيغتين، بويدو ابلاركم فلان، ممكن اتكلم مع فلان، او ستا فلان بور فابور، هل فلان موجود لو سمحت؟ ايدنتيفيكار سي لتعريف النفس، لما يجي واحد يعرف نفسه، واحد بيقول لي ممكن اكلم فلان، فانا عايز اقول له انا فلان، فهقول له ايه؟ سوي، ببساطة سوي أكون فلان، سوي فلان، سوي فلان، أنا فلان، أو سي سويو، أيوة أنا هو، سي سويو، أيوة أنا هو. يبقى لما أجي أعرف نفسي أقول سوي والاسم، يا إما سي سويو، أيوة أنا هو. بريغونتار بور لا ايدنتيتاد، لما أجي أسأل عن ماهية شخص، اسمه يعني ببساطة بالتليفون، مين معايا يعني بالبلدي كده، مين معايا؟ دي بارتي دي كين، اسمها ايه؟ دي بارتي دي كين، دي بارتي دي كين يعني مين معايا؟ اسمها ايه؟ دي بارتي دي كين. يبقى لما اجي اسال في التليفون عن حد اقول له ايه؟ دي بارتي دي كين يعني مين معايا؟ طيب لما اجي بارا بيدير انفورماسيون ان جنرال، لما اجي اطلب معلومات بشكل عام، هتلاقي اي اسئله قلناها بالاضافه الى اللي جاي ده. كيري دي خارلي الجور ريكادو، تحب تسيب له رساله؟ كيري دخار لي الجون ريكادو، تحب تسيب له رسالة؟ طيب لما اجي ادي معلومة بقى، دار انفورماسيون، دار انفورماسيون، ام مومنتو اورا سي بوني، لحظة هيبقى معاك حالا، ام مومنتو اورا سي بوني. دي بقولها امتى يا جماعة؟ بارا باسار التليفون على الجين، لما اجي امرر التليفون لحد، يعني واحد اتصل بيا فقال لي استا فلان، فلان ده مثلا اخويا، وانا اخويا ده جنبي، فهقول له ام مومنتو اورا سي بوني، لحظه معاك اهو، وادي التليفون لاخويا. طب لو هو انستي مومنتو نو بويدي بونير سي، في هذه اللحظه مش هيقدر يتكلم، انستي مومنتو نو بويدي بونير سي، كلمه في هذه اللحظه مش هيقدر يكلمك، دي معناه ان هو موجود لكن مش هيقدر يتكلم. مثلا استادور ميندو، ممكن استادور ميندو نايم، ممكن اقول استادو تشاندو سي بياخد دوش، ممكن اقول استاكو ميندو. خلي بالك دي صيغه المضارع المستمر، حاجه بتحصل دلوقتي اللي هو البريسنت كونتينيو يا جماعه. الا هو مش هيقدر يتكلمك، انست مومنتو نو بويدي بونير سي، مش هيقدر يتكلم، استا دورميندو يعني مثلا نايم، ممكن استا تشاندو سي بياخد دوش، استا كوميندو بياكل،
ممكن أقول لو siento se ha equivocado, lo siento se ha equivocado. يعني لو siento se ha equivocado, آسف الرقم خطأ. هنا ejemplo de llamadas telefónicas. مثال على المكالمات التليفونية يا جماعة، هنقرأ ونترجم مع بعض. ماريو بيتكلم مع لويس، فماريو بيقول له ديجا ديجا، احنا افتكرنا افتكر كده مع بعض، قلنا معناه ايه؟ الو، اللي بيرفع السماعة بيقول ديجا. فلويس قال له buenas tardes، puedo hablar con Miguel por favor، ممكن اكلم ميجيل لو سمحت. الو دي بارتي دي كين، هتفاكر معايا دي بارتي دي كين دي يعني؟ اه مين معايا؟ قال له soy Luis su compañero del equipo de fútbol، انا زميله في فريق الكوره. فماريو قال له نيستو مومنتو نو بويدي بونيرسي، الوقت مش هيقدر يتكلم، استا دورميندو نايم. كيريس ديخار لي الجور ريكادو، تحب تسيب له اي رساله؟ قال له سي دي جالي كي لي ياما ماتاردي، قول له ان انا هتصل بيه بعدين، ماتاردي يعني لاحقا فيما بعد. ماريو قال له موي بيان. فلويس قال له جراسياس اتا لويغو اديوس، اتا لويغو الى اللقاء، قال له اديوس مع السلامه. كده يا hemos terminado la lección، خلاص خلصنا يا جماعة الدرس، la segunda parte، الجزء الثاني، وهندخل في الأسئلة. نبدأ ب comprensión lectora، هنبدأ بقطعة الفهم يا جماعة. ليه السيجينتي تكستو، اقرأ النص التالي يا جماعة وبعدين نشوف الأسئلة اللي عليه. هنا في بنت بتتكلم، قالت ميامو منى estoy en el segundo curso secundario، أنا في الصف الثاني ثانوي عام. أير مي دول يرون mucho los dientes، امبارح وجعتني قوي اسناني. هنستنتج حاجة هنا، إن الفعل دول ليه شكلين اتنين في أي زمن. هنا دول يرون يعني وجعني، هنا محطوطة في الاندفينيدو مع الجمع، امبارح وجعتني قوي سناني بوريسو، ولذلك نو فوي على سكويل، عشان كده انا ما روحتش الى المدرسه. مي بادري مي يبو على كلينيكا دي اون دينتيستا كي ستا موي سيركا دي نوسترا كاسا، ابويا مي يبو يعني خدني اصطحبني لعياده طبيب اسنان ستا موي سيركا دي نوسترا كاسا، قريب قوي من بيتنا، اونوس متروس اندانتو. كنا خدنا السيره ديت في الترم الاولاني، اونوس متروس اندانتو، على بعد امتار مشي. Es la primera vez en los dentistas. أول مرة ليا، primera يعني أول، vez مرة عند أطباء الأسنان. Estuve muy nerviosa، كنت متوترة. Y además، بالإضافة إلى ذلك، tuve mucho dolor de cabeza. وبالإضافة لكده كان عندي ألم شديد في دماغي. Porque no dormí bien por la noche. لأني ما نمتش كويس بالليل، por el dolor horrible de los dientes، بسبب الألم البشع بتاع أسناني. La enfermera me ayudó a relajarme، الإنفرميرة الممرضة me ayudó يعني ساعدتني إن أنا أسترخي، me dio إدتني una pastilla para el dolor de cabeza، إدتني قرص عشان وجع دماغي. Esperé media hora، اضطريت إن أنا أستنى نص ساعة. Por fin في النهاية يجو الميديكو، وزل الطبيب. اسمه بري خوبين، راجل شاب موي سيمباتيكو لطيف. يوتوبي موتشو ميدو، انا كنت خايفة بيرو المي ترانكليثو، لكن هو هداني. نشوف الاسئلة. التكستو ابلس صبري، النص بيتكلم عن، يعني هنا حسب الكلام، هل بيتكلم على انفرمدات مرض معين، ولا الميديكو الطبيب، ولا طبيب الأسنان، ولا الممرضة؟ لا طبعا هنا بشكل عام بيتكلم على أنا انفرمداد مرض. Por qué no fue Mona a la escuela؟ ليه منى ما راحتش المدرسة؟ لأنها tuvo miedo، كانت خايفة، ولا no durmió، ما نامتش، ولا tuvo dolor، كان عندها وجع معين، ولا tomó una pastilla، لأنها خدت قرص طبعا لانها كان عندها وجع في اسنانها. كومو فويرون ال دينتيستا، كيف ذهبوا الى طبيب السنان؟ ايوس فويرون، هم راحوا. هو احنا خدنا طبعا ان هو ابوها وداها لطبيب
على بعد خطوات. طبعا بالمنطق لما اقول على بعد خطوات تبقى ابيه، خدنا في الترم الاولاني ابيه يعني على رجليهم يعني. كومستوب مونا، كيف كانت مونا؟ حسب القطعه ايه مونا كان وضعها ايه في دول؟ اسلوبه بين كانت كويسه ولا كانت هاديه ولا كانت متوتره ولا كانت فظيعه؟ طبعا كانت متوتره نيربيوس. سيتواسيونيس دياريس، المواقف بقى يا جماعه. طبعا احنا عارفين ان المواقف بيبقى 5 اختيارات، بنختار 2، بارا بريغونتار بور الجين بور التليفون. لما اجي اسال عن حد في التليفون يا جماعه، احنا خدنا قلت في صيغتين للسؤال عن حد في التليفون، استا فلان او بويدو ابلار كون فلان، هتبقى الاولى والثانيه، استا رامي او بويدو ابلار كون رامي. طيب دي جميع يعني الو، نوستا يعني مش موجود اصلا، كي تال استاس ازيك، يبقى اكيد الاثنين الاولانيين. واندو ديفيد، امتى بتقول ميدويلي موتشو لا اسبالدا؟ خدنا سبالدا يعني ظهري، ظهري وجعني قوي، ميد ويلي ده اللي هو صيغه الدولور بس مع الفعل دولير، تعبير او بارا اكسبريسار الدولور كون الفيربو دولير. لما اجي اقول ظهري وجعني، دي جمله عاديه ولا سؤال؟ طبعا دي جمله عاديه، يبقى هنستبعد الاولانيه بيدير انفورماسيون، لان كلمه بيدير انفورماسيون يبقى سؤال زي ما احنا اتعودنا. هتبقى اكسبريسار الدولور، بعبر عن الالم، او دار انفورماسيون، بدي معلومه، سوبري الاستادو فيسيكو، عن الحاله الجسديه. وانو ديف سي سوي يو، ايوه انا او ايوه هو انا. بقول كده امتى يا جماعه؟ طبعا ايوه انا هو او ايوه انا اللي انت عايزه. بارا طبعا ايدنتيفيكار تي لما تيجي تعرف نفسك، او دار انفورماسيون فور التليفون لما تيجي تدي معلومه في التليفون لحد. طب كونتستار التليفون؟ لا، كونتستار لما اجي ارد بقول سي او دي او دي جميل. تسال مين بيتصل؟ قلنا دي بارتي دي كين. تسال عن حد؟ لا انا بقول ايوه انا هو، دي مش بسال اصلا. وان دي في دي بارتي دي كين، امتى بتقول مين معايا؟ طبعا هنا بريغونتار بور الجين لما اجي اسال عن حد، او بيدير انفورماسيون بطلب معلومه بور التليفون، او بطلب معلومه بالتليفون. هندخل على جزء الجراماتيكا يا جماعه. طبعا زي ما احنا متعودين الجراماتيكا 4 اختيارات، بنختار واحده. علي دويلي لا بيرنا اذكيرنا، علي رجله الشمال وجعان. لما اقول علي رجله الشمال وجعان، علي احنا خدنا الفعل دولير، قلنا ليه شكلين اتنين في المضارع، دويلي ودويلي حسب اللي بيوجعه، وكمان بيجي قبليه الضمائر زي جوستار بالظبط، مي تي لي نوس اوسليس. طبعا الضمائر بتيجي حسب اللي قبلها. علي لما اقول علي كاني بقول اقل، اقل بياخد بتاخد ايه؟ اقل تبقى ليه؟ اقل ليه دويلي لا بيرنا افكيردا، هو رجلي الشمال وجعان او ساقه الشمال وجعان. امي حاجه لوس دينتس، لسه قايلينها انا، دينتس اسناني، سناني بتوجعني، ايه اللي بيوجعني؟ دينتس. طب هنا لوس دينتس جمع ولا مفرد؟ لا جمع يا مستر. يبقى في الحاله دي احنا قلنا الفعل دولير في المضارع يا دويلي يا دويلن، فهنا هتبقى دويلن. طب ليه مش هستخدم الاولى دولور؟ دولور ده الالم نفسه، عشان استخدمها اجيب قبلها الفعل تينير. طب ليه مش دولير؟ دولير دي مصدر، يبقى هنا الصح دويلن عشان لوس دينتس جمع. اميمي دويلن لوس دينتس. هنا انا بسال ايه اللي بيوجعك؟ بالمنطق ايه اللي بيوجعك؟ يبقى كيتي دويلي، كيتي دويلي، ماذا يؤلمك يعني؟ طب ليه مش كل هي الثانيه؟ لان دخلنا دايما انتروجاتيفو دايما بيبقى عليه اثنتو، دايما بيبقى عليه اثنتو. كيتي دويلي ماذا يؤلمك؟ طب الثانيه بي غلط ليه؟ لان معلش اثنتو دي مش اداه استفهام. في حاجه لا اتبالدا، في حاجه لا اتبالدا. هنا بسالك هو انت ظهرك بيوجعك؟ طبعا مي تي لي نوس اوسليس بيجي معاها يا دويلي يا دويلن في المضارع. فهنا لا اتبال ده مفرد يبقى تي دويلي. طب ليه مش دويلن؟ قلنا اللي بالان يجي بعديها جمع، ودولير ده المصدر، ودولور ده الالم نفسه بيجي قبل تي. يو تينجو نقط دي مانس، عايز اقول انا
عندي ألم في إيديا. طبعا احنا لسه واخدين اني لما في صيغة للتعبير عن الوجع اللي هي تينير دولور دي، يبقى هنا في تينجو اهي اللي هو الفعل تينير، يبقى بعديه على طول دولور، ما ينفعش الفعل دولير اصلا، لازم اسم، يبقى تينجو دولور دي ماوس. مي هرمانو ايو دولور دي اوخوس. اما اقول اخويا وانا، اخويا وانا عندنا الم في عينينا، طبعا اي حد وانا يبقى كاني بقول نوسوتروس، نوسوتروس بتاخد ايه؟ تينيموس، تينيموس دولور دي اوخوس. أيوس دويلن لاس بيرنس، هم رجليهم وجعاهم، هو جاب هنا الفعل دويلن، يبقى في الحالات دي بيجي قبل الضمير مي تي لينوس اوس لس حسب اللي قبله، أيوس تبقى لس طبعا. طب ليه مش نوس بتيجي مع انوسوتوس يا سينيور؟ طب ليه مش اوس بتيجي مع ابوسوتوس يا سينيور؟ طب ليه مش ليه مع ايل وايه واوستيد؟ دينا تيني دولور نقط بيس اوريبلي، بقول ان دينا عندها الم في رجليها بشع، خدنا الصيغه للتعبير عن الالم اللي هي تينير دولور دي، يبقى هنا دي اكسبريسيون سكريتا، اكسبريسيون سكريتا التعبير بقى المكتوب. احنا خدنا التعبير عباره عن جزئين، الجزء الاولاني كوريه الكترونيكو، حد بعت لحد وساله سؤالين وانا بجاوب على السؤالين، بس لازم اجابه كامله. فهنا سامي بعت لمروان قال له اولا، اسف قال له اولا مروان اوي تينس مالاكار، النهارده انت وشك مش مظبوط، فيك حاجه غلط. كومو تي سينتس، بماذا تشعر او كيف تشعر؟ وكي توماس، يعني انت شكلك تعبان، شاعر بايه وايه اللي بتاخده عشان التعب ده؟ طيب لما اجي ارد نمسك سؤال سؤال، فمروان رد قال له اولى سامي تنجو دولور دي كابيتا، انا عندي وجع في دماغي، يبقى ده الرد على السؤال الاولاني كومو تي سينتس، بماذا تشعر او كيف تشعر؟ قال له والله انا عندي الم تنجو دولور دي كابيتا. طب لو انا عايز استخدم صيغه تانية ممكن اقول ميد ويلي لكابيتا على طول، اشيل تنجو دولور دي واقول ميد ويلي لكابيتا. طب قال له ايه اللي بتاخده عشان الوجع ده؟ قال له توم هنا ابرينا كادا سي سبورس، باخد اسبرينا كل 6 ساعات. تمام، دلوقتي اخر حاجه موضوع التعبير يا جماعه، زي ما احنا متعودين بنكتب ما بين 20 و 25 بالافرس، ما بين 20 و 25 كلمه، ولازم نستخدم الفكرتين اللي موجودين. اير فويستي الميدكو، انت امبارح رحت للطبيب. فاوسا سبب وسيمتوماس يعني اعراض. طيب نقول الموضوع ولازم نستخدم الاليمنتوس ديت، العناصر ديت. اير نومي سنتيبيا، امبارح ما حسيتش اني كويس. توبي موتشاتوس، كان عندي كحه جامده. توبي ريسفيريادو، وكنت مسكون. فور لا تاردي، بعد الظهر. مي مادري مي يبوع الميديكو، امي فادتني للطبيب. ال ديخو كي نويس نادا عربي، قال اني مش حاجه خطيره. ميريتي تو ان خرابي فارا لاتوس، كتب لي دواء شرب عشان الكحه. انا كنت شاره كادا اوتش اورس، معلقه كل 8 ساعات. يون ميديكامنتو ودواء دوس باستياس اورسين الديا فارا لاجريبي، قرصين في اليوم عشان لا جريبي اللي هي انفلونزا. تمبين مي اكونسيخو كدار مي ان كاما اوناسيم، نصحني ان انا اظل في السرير لمده اسبوع. كده احنا كتبنا موضوع واكتر من 25 كلمه كمان، واستخدمنا العنصرين اللي موجودين، يبقى كده ده موضوع مثالي. جراسيا بورتودو، السلام عليكم. Hasta la semana próxima.